أعزائي المشاهدين، مساء الخير على حضراتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم كلمة مواطن. في الحقيقة النهاردة هيكون معنا تقارير مهمة، وعايز الناس تحضر موبايلاتها لأن في عروض من داخل بعض الشركات والمصانع. لكن في بداية الأمر النهاردة هتكلم عن تقرير مهم جدا وفريد من نوعه عن المكملات، صناعة المكملات الغذائية في مصر. هتكلم مع الدكتور إيهاب غازي، الشخصية المحترمة ابن محافظة الدقهلية وبالتحديد مركز بلقاس، وده شرف لمحافظة الدقهلية بأكمله. شخص اللي قدر يسلك طريق آخر في مجاله، يمكن بعض الناس وبالتحديد اللي بيخلص كلية صيدلة بيفكر هي فكرة واحدة ان يكون عنده صيدلية. من نادر ان حد يقدم افكار جديدة وينقل ثقافة جديدة بعد خبرة 19 سنة في الغربة وفي هذا المجال. بدأت تظهر وتوضح أكتر الرؤية للمكملات الغذائية في مصر بعد جائحة كورونا. بدأت الدولة تنظر لها، وبدأت الأطباء وبدأت الناس تفهمها إن المكمل الغذائي بيرفع المناعة، إن المكمل الغذائي بيساعد في أدوية، في بعض الفيتامينات والنقصة في داخل جسم الإنسان وبالتحديد للسيدات الحوامل. بدأت النهاردة الأطباء تنظر لها في أمراض تساقط الشعر، في الصدفية، في البهاق، في كثير من كل الأمراض النهاردة بتحتاج أن يكون معاك مكمل غذائي يعوض كل اللي ناقص في جسمك. الأوميجا 3 مكمل غذائي النهاردة بيديك فيتامينات وعناصر أنت محتاجها في جسمك. الدكتور إيهاب غازي النهاردة هيشرح كل الكلام ده. صعب ان انا اقدر اقول في جلسة واحدة او في لقاء واحد ان انا افهم خبرة 19 سنة ودراسته اللي هو درسها والخبرة اللي قدر يكتسبها وينقلها في مصر النهاردة من الدكتور إيهاب غازي النهاردة. هيشرح الموضوع وهيوضح الامور، لكن هو كان بيتكلم معايا، كان بيتكلم في نقطة معينة، بيقول انا يمكن عدها اكتر من مرة، انا خطوط الانتاج اللي عندي يا استاذ ايهاب خطوط انتاج كوري. يا استاذ ايهاب انا خطوط الانتاج اللي عندي خطوط كوري. استوقفته، ايش معنى كل شويه تقول انت عندك خطوط الانتاج او خط الانتاج اللي عندك او الاليات خطوط انتاج كوري؟ قال الكوري النهارده بيديك المقاس المظبوط والتوقيت المظبوط وبيديك كل شيء بدقه وبيديك النسب بدقه، كل شيء الكوري بيبقى على اعلى مستوى. وانا اقصد اشرح ان خطوط الانتاج الكوري لان الشركات اللي بتتعامل معانا بيكون لها مواصفات خاصه، وسلامه الغذاء النهارده يمكن دورها بقى كبير في مصر، والحمد لله قدرنا نطور ونقدم حاجات كتيره جدا احنا كنا مفتقدينها موجوده، بس احنا بنساعد بخبرتنا وبخبره 19 سنه اللي كنا فيها بره، ونقدر نقدم صناعة جميلة وصناعة مفيدة. والنهاردة هنروح نشوف أول تقرير مع الدكتور المحترم إيهاب غازي ونرجع لكم تاني. دكتور إيهاب محمد أحمد علي، صيدلي خريج صيدلة المنصورة 89، تقدير عام جيد جدا، واشتغلت 17 سنة في الخليج مجال مصانع أدوية، وبرضو شغل تاني كسيلز مانجر وماركتينج مانجر وكانتري مانجر في شركات انترناشونال في السعودية. السبب الرئيسي في السفر ان يعني بنوسع مجالات اللي الواحد يقدر يشتغل فيها، لان مهنة الصيدلة في مصر مقصورة على كصيدلي صاحب صيدلية فقط، لكن بره لا، احنا شفنا مجالات كتير وحضرنا مؤتمرات كتير وعملنا حاجات. طبعا الواحد لما سافر طبعا واشتغل في مجالات تصنيع أدوية والتعامل مع الأسواق العالمية، لما رجعنا بقى حاولنا ان احنا ننقل التجربة دي لمصر. مجال المكملات الغذائية في مصر والأغذية الخاصة ده مجال يعني عموما ما كانش له اهتمام كبير في مصر كمنتجات وكمصانع. يمكن الحاجة الوحيدة اللي بدأت الناس تلفت انتباهها بالنسبة لأهمية المكملات الغذائية لما حصل موضوع أزمة الكورونا.
طبعا كحاجة بدأنا نشوف البروتوكول بتاع العلاج. البروتوكول كان عبارة عن مواد كلها مكملات غذائية بتعلي الإميونيتي أو المناعة بالنسبة للجسم. يعني الناس تفهم يعني إيه فيتامين دال وفايدته، يعني إيه أوميجا أو أوميجا 3 وفايدتها، يعني إيه زنك وفيتامين سي وفايدتهم والكلام ده. بدأ الناس تنتبه إن في مجال كان مهمش مفقود شويه، وبدانا ان احنا ايه يعني نشوفه، وبدانا نعمل مصانع متخصصه للمكملات الغذائيه تبع هيئه سلامه الغذاء، نفس شروط وقواعد هيئه الدوله. الاطباء البشريين الاول كان مثلا يسمع كلمه مكمل غذائي ده يعني يبقى عنده تحفظ بالنسبه له، ما بيعملش حاجه وكلام من ده. لا، المجال بدا الاهتمام بيه من كل النواحي، من ناحيه الدوله، من ناحيه الاطباء، من ناحيه الصيادله، من ناحيه المواطن العادي. كل المكملات الغذائيه بتاخد تراخيص زي تراخيص الادويه بالظبط، تمام، وبتنزل الصيدليات وبتتكتب 90% منها رشطات. فطبعا المجال بدا يبقى له صدى واسع وتقبل. ايه السبب بقى في سقوط الشعر؟ نقص فيتامين سي، نقص الزنك في عند الست، نقص فيتامينات. منتج تاني مثلا، مرض تاني البهاء والصدفيه، ده لو رحت لاي دكتور ايه سببه؟ ملوش سبب حقيقه فعلا، تمام. ايه علاجه؟ ملوش علاج، تمام. لقوا ان الاستعمال المكملات في الحالات دي مع طبعا برضو الحاجات الموضعيه والكلام من بيجيب نتيجه كويسه. الاطفال بتلاقي الطفل مثلا بيروح الام او الاب للدكتور، يا دكتور ابني ما بيتكلمش، مثلا زمايله اللي في سنه ما بيتكلمش كويس، عنده اقل في موضوع مثلا حكايه لين العظام بالنسبه للاطفال، الموضوع الكهرباء وفرط الحركه والحاجات دي بالنسبه للاطفال، ودي بقى مرض شائع، تمام. كل الحاجات دي بتتعالج ب مكونات معينة في الأوميجا 3 بالذات، فاتي أسيدز اللي هي الاي بي اي والدي اتش اي. طبعا لو الكورس العلاج مكتوب من ناحية الدكتور مظبوط، والمنتج التركيز بتاعه اللي مقبول بالنسبة للطفل، وجيت الحالة بدري لا، النجاح بنسبة 100%. احنا من ضمن الحاجات اللي احنا بننتجها عندنا الجمز. الجمز ده في العالم كله وصل لمرحلة ان هو تاني استخدام شائع بالنسبة للمريض، التابلت رقم واحد ورقم اتنين الجمز. انا بتكلم على الدول المرجعية اللي هي امريكا واوروبا والحاجات دي، تمام. فاحنا كنا طبعا من الحاجات دي برضو مهملة جدا. لا ده جيلي كولا وبتاع، لا حضرتك المجال ده ادى فرصة. وهقول لحضرتك على حاجة، في بعض الحاجات لما بياخدها الطفل او الكبير ما بيعجبوش الطعم، تمام، بيتأثر عليه الوقت كمان. لا، في حاجات معينه يعني مثلا زيت الاوميجا ده فيش اويل جاي من سمك السلمون، السمك اللي هو بيجي من النرويج وايسلندا والحاجات دي، ان انت لما تاخد الفايده بتاعته وتحطها في كبسوله او تحطها في جمز، كبسوله سوفت او جمز، ده بيدي فرصه ان المريض يتقبله وينزل معدته من غير مشاكل، ان هو ما يعني ما يبقاش متقبل الريحه بتاعته والطعم بتاعه والحاجات دي، لكن هو فايدته عاليه جدا. تقريبا ما فيش اي قسم من اقسام الاطباء البشريين، عظام، نسا، جلديه، بطنه، الا ما بيحتاج المنتج ده تحديدا بكميات معينه لكل حاجه منهم. الحمد لله احنا من ساعة ما اتنشأ هيئة سلامة الغذاء في مصر وبدأ اهتمام الدولة بيه، في عندنا شركات اسمها تول مانيفاكتشر. تول مانيفاكتشر دول اللي هم مكاتب علمية بتقدم منتجات مرجعية برة على انها تستخدم في مصر هنا بنفس التركيز بنفس المكونات، وبيبدأوا يصنعوا الحاجات دي في مصانع مرخصة مرخصة من هيئة الدواء تحت رقابة جديدة، كمنتج، كمصنع، كباتش نمبر، يعني كل باتش نمبر بيتحلل قبل ما ينزل السوق، كلام من ده. طبعا احنا ودي حاجة مهمة قوي لازم نتكلم فيها، يعني احنا اخر حاجة وصلنا لها ان احنا بنستورد مكملات غذائية، مش دواء، مكملات غذائية من الخارج،
السنة اللي فاتت 3 مليار دولار. النهاردة وصلنا ايه؟ النهاردة وصلنا ان احنا بنصدر تقريبا احنا غطينا حوالي 70-80% من الاستهلاك المحلي، وبنصدر النهاردة بما يعادل قربنا من زي ما احنا بنقول تقريبا مليار دولار. تصدير من مصر لدول الخليج، وفي دول كمان من شرق آسيا، وفي دول كمان من أوروبا الشرقية، وفي دول كمان من أوروبا نفسها. والله هم الأطباء يعني مشكورين طبعا بحكم إن هم بدأوا إن هم يراعوا الصناعة دي ويراعوا منتجاتها، وبدأوا تبقى لهم شير كويس أو قوي معهم، لأن هو بيوفي له احتياجات معينة بتبقى مهمة قوي بالنسبة له. مكملات الغذائية على فكرة من الحاجات اللي ملهاش تقريبا اي سايد افكت، ملهاش حاجة اسمها اللي هو ان احنا ندي الجرعة الزيادة مثلا زي الدواء فيحصل منها تسمم، يحصل منها توكسيستي، تحصل منها اي مشكلة. وفي نفس الوقت هو مفيد جدا جدا في اهم منتج او اهم حاجة بتهم الإنسان اللي هو جهاز المناعة. جهاز المناعة ده في الدنيا كلها. جهاز المناعة ده أهم حاجة بتقدر تتغلب على كل الأمراض. احنا بنشكر الدكتور مصطفى عنان اللي هو رئيس المنطقة الصناعية هنا، راجل محترم جدا وبيتعاون معنا. طبعا احنا كأي جهاز في الدولة محتاجين شوية رعاية في البنية التحتية، في اللوحات الإرشادية، في بعض الطرق بتاعتنا، الكهرباء بالليل برضو تبقى كل الأعمدة منارة، لأن في مصانع كتير على فكرة في المنطقة الصناعية هنا، مش زيارات وبس، وكمان احنا كمان بنشتغل ورديتين وثلاثة، مش انا لوحدي، ناس كتير حواليا. تمام. فدي من ضمن الحاجات اللي احنا يعني بنركز معاه. المنطقه الصناعيه هنا فيها مميزات كتير، ان هي من الحاجات اللي هي مقفوله مغلقه، لها رقابه بالنسبه للدخول والخروج، الحاجات دي قليله شويه في مناطق الصناعه التانيه. الناس اللي عندنا الشغالين في المصنع جايبين خبرات من مصانع ادويه كبيره، وبرضو عندنا فنيين وعمال من المناطق اللي حوالينا. ومتشكرين على زيارتكم، وان شاء الله نكون عند حسن ظن مصر كلها باذن الله. كيميائي حسن علم الدين، مدير مصنع جرانت للصناعات الغذائيه. لو جينا نتكلم عن مصنع جرانت للصناعات الغذائيه، هنتكلم عن مصنع متميز جدا في مجال المكملات الغذائية، مصنع حاصل على الايزو، مصنع حاصل على شهادات الجي ام بي للتصدير للدول العربية، مصنع داخل الوايت ليست، ومن اهم ومن اجود المصانع المتخصصة في مجالين هم من اهم ومن اجود المجالات في مجال الأغذية الخاصة. المجال الاول في مجال السوفت جيلاتين كبسول. سوفت جيلاتين كبسول من المجالات المتميزة في مصر حاليا، ولو جينا نتكلم على جرونتي خاصة تعتبر من المصانع المتميزة من حيث الجودة. المصنع عالي الجودة للإنتاج الكبسول الرخو، الماكينات نفسها خط إنتاج الكبسول الرخو خط كوري الصنع. احنا على فكرة من مميزات جرونتي انها جودة عالية، التزام بالمواعيد، التزام في كل شيء، الحفاظ على الجودة من حيث المبدأ. لو أنا اتكلمت عن مصنع جرونتي هنتكلم على الجودة، على الالتزام بقواعد التصنيع الجيد اللي هي الجي ام بي. لو اتكلمنا عن جرونتي نتكلم على الالتزام بمواصفات الصناعة الممتازة، نتكلم على المواصفات الخاصة بالخامات. مصنع جرونتي مش أي خامات تدخله، لازم تكون خامات مطابقة من حيث كل شيء. مصنع جرونتي من المصانع المتميزة في هيئة سلامة الغذاء. مصنع جرونتي لو نتكلم عنه في مجال السوفت جيلاتين كبسول هنقول هو من المصانع المعدودة واللي بتتميز بالجودة والكفاءة والكلام ده. احنا ده لو بداية نتكلم عن المصنع ده، بداية خط تحضير الجيلاتين اللي هو الكبسول شيل. الكبسول شيل بالنسبة لنا الجيلاتين مطابق، جيلاتين حلال، الجيلاتين مصري الصنع. في حاجة مميزة جدا، كلمة جيلاتين مصري الصنع يعني نضمن انه حلال بنسبة 100%. الخط نفسه
عنده يعني أكتر من ميزة. أنا نقدر نصنع أويلز يعني زي الأوميجا، نقدر نخلط أكتر من مجموعة من الزيوت مع بعضها، نقدر نصنع منتج بيست مجموعة من البودرات متحملة على الأويلز. الإضافة الأخرى بالنسبة لمصنع السوفت جيلاتين كبسول، أنا بقول لأي حد لي في مجال السوفت جيلاتين كبسول، مصنع جرانتي يحقق لك الجودة بلا مثيل وبلا منافس. اشتراطات الأساسية في موضوع التصدير هي جودة المنتج، الحصول على الشهادات الحمد لله رب العالمين، الدولة والمسؤولين عن سلامة الغذاء بيسهلونا كل الأمور الخاصة بالشهادات، سواء شهادة الجي ام بي سواء شهادات التصدير في أي دولة من دول العالم. كنا في اجتماع سابق في هيئة سلامة الغذاء، وكان في خطاب من رئيس مجلس الإدارة الدكتور إيهاب غازي للمسؤولين أن مصنع جرانتي يرحب بكم وبأي زائر سواء من داخل مصر أو خارج مصر. وبنقول لهم دي رسالة برضو مني كمدير مصنع، أن مصنع جرانتي يتشرف بأي زيارة سواء داخلية أو خارجية، وبيقول لكم أن مصنع جرانتي على استعداد تام لإنتاج أي منتج خاص بسلامة الغذاء للتصدير للدول الشقيقة العربية في كل مكان، للدول الأوروبية، لدول شرق آسيا. ليه؟ لأن مصنع جرانتي متميز في الصناعة بتاعته. صناعة السوفت جيلاتين كبسول، لو أنا شفت الشغل المستورد الجودة لا يفرق عني كتير، مفيش فرق في الجودة، لكن السعر أضعاف السعر المصري. عشان كده لو حضرتك تفتكر العبوات اللي هي الأمريكي بالنسبة للأوميجا هتلاقي سعرها مضاعف بالنسبة لنا. إيه اللي خليني أقول إن أنا بنافس ومنافس جيد للمستورد؟ الخامة نفس المصدر، الجودة بتاعت المنتج نفس الجودة أو قد تزيد، بنوفر على المريض أو بنوفر على المستهلك رسوم الاستيراد، رسوم الجمارك، رسوم. الأهم من ده كله إن المنتج يبقى موجود، توافر المنتج ده يخليني أقول المنتج المصري أولا. أنا بنافس على التصدير، فمن باب أولى إن بلدي تكون لها الأولوية الأولى في موضوع توافر المنتج بتاعي. مثال منتج الأوميجا 3، ده منتج مطلوب ومتميز ويكاد يكون هو ليه دور فعال في موضوع ده. المادة الخام مصري ويتصنع في مصر، المادة الخام مستوردة ويتصنع في مصر. القسم الثاني في جرانتي اللي هو قسم الكاندي أو الجمز. القسم الثاني مميز في صناعته، في طبيعته، في المنتج بتاعه. احنا بننتج منتج للأطفال وللكبار، وده الحاجة اللي ممكن كتير من المشاهدين يستغربوا لها، ازاي للكبار وللصغار. المنتج ناس كتير وخاصة الناس اللي هي بتاخد علاج بصفة مستمرة، بتاخد مكملات غذائية، بتاخده في صورة أويل زي الأوميجا 3، بدل ما نعفيك من الريحة والطعم بتاع الأوميجا 3، لا أنا بحط لك أوميجا 3 للطفل في صورة كاندي، في صورة حلوة. لو المنتج في الصورة التقليدية بتاعته الطفل الصغير يبقى متضايق منه، غير مبسوط به، لكن في الصورة اللي احنا بنتكلم عنها صورة الكاندي ده عبارة عن حلوة، يعني يوصف لي مرتين أو ثلاثة في اليوم، هو عايز المزيد وعايز أكتر من كده. الحاجة الثانية أخواتنا الحوامل بيبقوا في الشهور الأولى من الحمل أو في شهور الحمل عامة يبقوا غير متقبلين أي شيء من حيث الطعم أو الريحة أو الكلام ده كله. فلما يكون عندي منتج فيه فيتامين سي، فيه حديد، في كل العناصر المطلوبة للست الحامل وتكون في صورة حلوة، طبعا ده بيبقى أمر مقبول جدا. طبعا لو بصينا للأشكال بالنسبة للجمز هنلاقي أشكال الدبدوب، أشكال فص البرتقان، أشكال التفاحة، الفراولة، فدي أشكال محببة أصلا للأطفال. يعني أنا بندي للطفل فايدة وشكل بالنسبة له هو مقبول، لما كأنها ألعاب بالنسبة له، كأنها حاجات يعني محببة إلى قلب الطفل الصغير. فبالتالي الأشكال زي كده والحاجات اللي هي مضافة لي بتحبب الطفل في المنتج بتاعنا. إضافة تانية بالنسبة لخط الجمز، إن هو خط ودي المصنع الوحيد في مصر إن هو واخد الرخصة والوايت ليست بتاعته على خط السوق الجمز العادي، والخط الآخر اللي هو الاستحلاب. ودي يعني طبعا في فصول الشتاء وفي الفترات اللي زي كده بتلاقي كتير من الناس بيحصل عندها احتقان وحاجات زي كده، الالتهابات،
فبيبقى فيها المواد المساعده للتخلص من الاحتقان. عندنا الاسطمبات الثانيه بتاعته دي اسطمبات الجمز العادي اللي هو الرخو، والخط الثاني اللي هو الاستحلاب، وهنعرض لحضرتك برضو صور من المنتج نفسه. حابب اوجه رساله، ورساله مهمه جدا لكل مستثمر ولكل المهتمين بصناعه سلامه الغذاء او بصناعه المكملات الغذائيه الخاصه، وخاصه مجال السوفت جيلاتين كبسول، مجال الكاندي بانواعه، مجال الهارد جيلاتين كبسول، المجالات ان شاء الله القادمه اللي هي زي التابلت زي الشاسيت، وهيبقى برضو خاص جدا، مش هيبقى الحاجات التقليديه. نقول لهم رساله واحده، مصنع جرانتي يرحب بكم في اي زمان في اي مكان في اي وقت لانتاج منتج مضمون جيد حسب مواصفات سلامه الغذاء المصريه، حسب المواصفة القياسية العالمية، حسب الجي ام بي المتعارف عليه في كل مكان، وفي مصانع الأدوية والأدوية الخاصة زي ما بيسموها والمكملات الغذائية. الرسالة الأخرى لكل المهتمين بالتصدير، لكل المهتمين بأن يكون المنتج المصري موجود في كل دول العالم، ليس الدول العربية فقط، ليس الدول الإفريقية فقط، ولكن في كل مكان. الرسالة هي منتج جرانتي يشرف كل المهتمين بالتصدير لأي مكان في العالم. لو نظرت للمنتج، لو نظرت للمصنع، هتلاقي جودة عالمية من حيث كل المقاييس العالمية والدولية. لو حضرتك شفت العينات وهنعرضها لحضراتكم في نهاية المقطع، هتلاقي المنتج المصري ينافس كل المنتجات العالمية. وبنقول رسالة للمهتمين بالإنتاج المحلي، أهلا بكم في مصنع جرانتي. نقول لهم رسالة واحدة بس، إذا أردت الجودة فمصنع جرانتي هو الجودة بلا حدود. مصنع جرانتي يعني الجودة، يعني الالتزام، يعني المصداقية في كل شيء. مصنع جرانتي بيوجه رسالة للمهتمين سواء في الداخل وفي الخارج، بنقول لهم رسالة واحدة بس، هي الجودة، عنوان شركة جرانتي ومصنع جرانتي للصناعات الغذائية. هذا البرنامج برعاية مصنع جرانتي للصناعات الغذائية، خبرة في مجال المكملات الغذائية التي تساعد في علاج تساقط الشعر لدى السيدات، يحتوي على الأوميجا 3 وفيتامين سي ودي والزنك، كما يساعد في تحسين مرض البهاق والصدفية بنتيجة فعالة مع العلاج الموضعي، وأيضا زيادة الكهرباء لدى الأطفال ولين العظام وتأخر الكلام. رئيس مجلس الإدارة الدكتور إيهاب غازي، للاتصال 010-11-5-11-300 010-36-48-633. هذا البرنامج برعاية مصنع الحادي للأساس المودرن، متخصصون في ليفينج الميكانيزم الليزي بوي، الأنتريهات المتحركة. رئيس مجلس الإدارة الحاج أسامة الحادي والمهندس أيمن أسامة الحادي، للاتصال 0166-48-301. طبعا الجنب اليمين بيفتح، حركة هزاز الأول وبعدين بيلف 180 درجة وبيفتح راحة كاملة. يعني هذا البرنامج برعاية لكل عروسة في مصر. ركزي معايا، عروض المؤمن وخصوماته اللي مكسر الدنيا رجعت تاني. المؤمن حطم الأسعار أو التخفيضات والخصومات، خصم 50%، أيوة 50%، وده لمدة 20 يوم فقط. وكمان من عند المؤمن ابدأ مشروعك وافرش محلك من عند المؤمن، شركة المؤمن للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية. يلا اتصل بسرعة علشان الخصومات والعروض الحلوة دي، وخد أحلى هدية. للاتصال 010-20-73-18-33. رئيس مجلس الإدارة محمود عيد. البرنامج برعاية شاهين لصناعة خزانات المياه، خزان متين يستحمل كل الأوزان، خزان 5 طبقات يستحمل درجة الحرارة العالية ويعيش العمر كله.
رئيس مجلس الإدارة الحاج عماد شاهين، للاتصال 010-990-35-310 015-53-7783. هذا البرنامج برعاية مصنع صور الشام للأثاث المودرن والأنتريهات والركن وغرف النوم. العنوان: دمياط الجديدة، المنطقة الصناعية، خلف مديرية الأمن الجديدة. رئيس مجلس الإدارة أبو هيثم والأستاذ فاروق عادل، للاتصال 010-173-587. هذا البرنامج برعاية مصنع ظلال الشام وظلال وود لصناعة الأنتريهات والركن والخشب الكونتر، صناعة عالمية بأيد سورية. ورجعنا لكم تاني بعد ما شفنا الشخصية المحترمة الدكتور إيهاب غازي النهاردة، وهيكون معنا تقرير آخر. لكن قبل ما أتكلم عن التقرير التاني، عندي موضوع مهم جدا عايز أتكلم فيه. عن الحلقة الجاية هيكون معايا افتتاح أكبر مول النهاردة في الدلتا، مول كامل متكامل زي ما بيقولوها من الإبرة للصاروخ، مول أولاد العز. مول أولاد العز في من الألف للياء لكل عروسة في مصر. بصراحة يمكن فرصة النهاردة هنتكلم عنه حلقة كاملة، هنشرح ايه اللي بيقدمه والعروض والهدايا من داخل برنامج كلمة مواطنة. لكن هنرجع تاني لمصنع الحادي لصناعة الأساس وبالتحديد الركن والأنترهات الميكانيزم. قدر يسلط الضوء على منتج معين من صناعة الأساس، أو جانب معين عفوا من صناعة الأساس، وقدر ينجح ويقدر يكون بارع فيه ويتقن صناعته لما قدر يصدر المنتج اللي احنا كنا بنستورده لمصر. عفوا، اعلى مواد خام بيستوردها، اعلى مواد خام بيستوردها وبيصدرها لجميع انحاء دول العالم. بابه مفتوح لكل اللي بيشاهدنا النهارده في مصر وبره مصر، الحاج اسامه الحادي والمهندس ايمن اسامه الحادي. سلط الضوء على نوع معين، قال انا مش عايز اتشعب في صناعة الأساس، أنا عايز الركن الميكانيزم. يعني موضوع كبير وهو هيشرحه، ومن خلال البرنامج هنشوف إيه اللي بيصنعه وإيه الجديد اللي عنده. يمكن فضل ينافس لما النهاردة مفيش قدامه منافس. هنروح نشوف مصنع الحادي ونرجع لكم تاني. أسامة الحادي، مصنع الحادي للأساس. إحنا مصنع أساس ولكن متخصصين في الليزي بوي، ميكانيزمات يعني. ده قليل اللي فاهمه وفاهم شغله. اما مجال الاساس معروف، اما مجال شغل الميكانيزم يعني شغل نادر شويه. عايز تخصص وخبره شويه ويعني ايه ومذاكره كتير. تخصص واحد ده يعني التخصص هو اللي بيوصل صاحب المنتج زيه زي الخواجه زي ما بيقولوا، او زي اوروبا او زي اي مكان. جوده تخصص. التخصص بتركز حضرتك في التخصص، فبتعرف ان انت تفهم كل كبيره وصغيره في الحاجه الواحده، فبنقدر ان احنا نتقنها ومش مثلا خطواتها كتير قوي. خطواتها مثلا ما يقرب من 7-8 خطوات بتحفظهم وبتدرسهم، وطبعا من موديل لموديل لموديل، يعني من شكل لشكل لشكل، بتعرف ان انت تبدا تبتكر بقى نجاح المنتج من مستلزمات المنتج. المنتج ياخد مستلزماته اللي هي عايزاه. يعني مثلا الليزي محتاج قماشه معينه، ما حطش اي قماشه. محتاج اللي هو الحشو الفايبر بتاعه فايبر معين، ما حطش اي فايبر. اهم حاجه تبع المواصفات، يعني حسب المواصفات العالميه. الحمد لله انا واثق من نفسي وواثق من شغلي اللي زي المستورد، ومش عايز اقول افضل عشان برضو ايه، يعني الحمد لله زي المستورد. احنا طبعا احنا وصلنا لمستوى المستورد وبزياده شويه. هذا البرنامج برعايه مصنع جرانتي للصناعات الغذائيه، خبره في مجال المكملات الغذائيه التي تساعد في علاج تساقط الشعر لدى السيدات. يحتوي على الاوميجا 3 وفيتامين سي ودي والزنك، كما يساعد في تحسين مرض البهاق والصدفيه بنتيجه فعاله مع العلاج الموضعي، وايضا زياده الكهرباء لدى الاطفال ولين العظام وتاخر الكلام.
رئيس مجلس الإدارة الدكتور إيهاب غازي، للاتصال 010-11-5-11-300 010-36-48-633. هذا البرنامج برعاية مصنع الحادي للأساس المودرن، متخصصون في ليفينج الميكانيزم الليزي بوي، الأنتريهات المتحركة. رئيس مجلس الإدارة الحاج أسامة الحادي والمهندس أيمن أسامة الحادي، للاتصال 0166-48-301. طبعا الجنب اليمين بيفتح، حركة هزاز الأول وبعدين بيلف 180 درجة وبيفتح راحة كاملة. يعني هذا البرنامج برعاية لكل عروسة في مصر. ركزي معايا، عروض المؤمن وخصوماته اللي مكسر الدنيا رجع تاني. المؤمن حطم الأسعار أو التخفيضات والخصومات، خصم 50%، أيوة 50%، وده لمدة 20 يوم فقط. وكمان من عند المؤمن ابدأ مشروعك وافرش محلك من عند المؤمن، شركة المؤمن للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية. يلا اتصل بسرعة علشان الخصومات والعروض الحلوة دي وخد أحلى هدية. للاتصال 010-20-73-18-33. رئيس مجلس الإدارة محمود عيد. هذا البرنامج برعاية شاهين لصناعة خزانات المياه، خزان متين يستحمل كل الأوزان، خزان 5 طبقات يستحمل درجة الحرارة العالية ويعيش العمر كله. رئيس مجلس الإدارة الحاج عماد شاهين، للاتصال 010-995-35-310 015-53-7783. هذا البرنامج برعاية مصنع صور الشام للأثاث المودرن والأنتريهات والركن وغرف النوم. العنوان دمياط الجديدة، المنطقة الصناعية خلف مديرية الأمن الجديدة. رئيس مجلس الإدارة أبو هيثم والأستاذ فاروق عادل، للاتصال 010-173-587. هذا البرنامج برعاية مصنع ظلال الشام وظلال وود لصناعة الأنتريهات والركن والخشب الكونتر، صناعة عالمية بأيدي سورية. ورجعنا لكم تاني ومعانا تقرير مهم جدا بناء على طلب الجماهير النهاردة والمشاهدين البرنامج وكل اللي بيشاهدنا. بيقول احنا عايزين مؤمن تاني، مؤمن شفناه في الحلقه اللي فاتت واحنا متابعينه على صفحته، عايزين نعرف الهدايا والعروض ازاي بنستلم هدايا عروض من غير ما نشتري. طبعا دي جديده واول مره نتكلم عنها. محمود عيد قدر بكل ذكاء يكسب ناس كتير جدا وقدر يثبت وجوده في مجاله. يمكن هو في الادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه، بس بجد تخطى مراحل كتير جدا. الشخصية المحترمة محمود عيد النهاردة بيقول أنا اللي هيضيف نفسه عندي، مش هيشتري منتجات، هيضيف نفسه عندي على جروب على اسم المؤمن لهدية. كل يوم بفتح وأشوف في 10 هدايا بيطلعوا كل يوم. يا أستاذ محمود أنا النهاردة ضفت نفسي عندك، وأنت من دمياط من ميت الخولي عبد الله، وأنا من إبلي، من اي بلد في ابلي، من سوهاج، من بني سويف، من اي مكان بعيد، حاجه عشان اخد هديه ثمنها 700 جنيه او 1000 جنيه؟ قال لا، عكاش ببعت له فلوسه بس يضيف نفسه على صفحتي. هو هيقول لكم الكلام ده وهيوضح. محمود عيد يمكن الوحيد اللي بيقدم عروض ما حدش بيقدمها، واحنا من خلال برنامج كلمه مواطن 8 سنوات بنتكلم على عروض جهاز العروسه كامل متكامل من عند شركة المؤمن. هنروح نشوف آخر تقرير ونشوفكم في الحلقة القادمة إن شاء الله على خير، ونتمنى أن نقدر نكون قدم فعلا نكون قدمنا لكم تقارير هادفة، ويكون معانا آخر تقرير بيقدم خصم 50%. وقلت لمدة 20 يوم في الحلقة اللي فاتت، يعني ما عادش إلا 10 أيام
والخصم هيخلص 50% على جهاز العروسة من شركة محمود عيد. هنروح نشوف شركة المؤمن ونسيبكم مع آخر تقرير، ونتمنى نكون قدمنا لكم فكرة تفيد بعض المشاهدين، ونتمنى نكون قدمنا عروض من داخل شركة المؤمن اللي ما بتتكررش وبتبقى فرصة في السنة، ونشوفكم على خير في الحلقة القادمة إن شاء الله. وشكرا. نداء. نداء من يا مدام نداء؟ من ميت تمام. أنا ميت النصر. الاسم حضرتك؟ مدام روان. حاجاته جميلة، وجيت هنا اتبقى عليا فلوس وقال لي امشي وهتقوم براحتك. طعم صوان ثلاث كبات وطعم صوان التفاح. كل عروسة هدية. كل عروسة هدية. انا مجهزة لبنتي من هنا برضه ان شاء الله. طب بيقدم هدايا وبيقدم عروض؟ بيقدم هدايا وبيقدم خصومات وبيقدم التسهيلات اللي بيقدمها في جهاز العروس. رمضان علي منصور رمضان من قرية كفر الحصة مركز نابورو محافظة الدقالية. احنا والله سمعنا عن الأستاذ محمود كل خير وعن محلات المؤمن كل خير، وجينا علشان نجيب جهاز عروسة وكده، فلقينا يعني زي ما سمعنا لقينا ما شاء الله الأسعار قليلة، أقل لا الأسعار أقل من بره كتير، وجودة الحاجة ما شاء الله. ومدينا هدايا كمان. ايه الهدايا بقى اللي انتوا خدتوها كده؟ عايزين نعرف سنة المشاهدين. ده طقم فوق. طقم فوق وطقم ملايات. وطقم كاسات. وطقم كاسات. كمان. وطقم ملايات. دي هدايا. دي هدايا ما شاء الله يعني حاجة نظيفة جدا. طقم الملايات اهوت. ما شاء الله حاجة نظيفة جدا. طبعا. إن الله أقول لها ما تروحيش إلا ميت الخولي تاخدي ملابس مؤمن أحلى حاجة. من محلات المؤمن. محلات المؤمن في ميت الخولي. النهارده مؤمن بيقول لكم احنا عندنا عرض جهاز عروسه كامل متكامل بنبدا من 55000 لو عندي 95000. المؤمن واحد بس عباره عن ايه؟ معنى كلمه واحد بس يا جماعه عشان تبقوا عارفين ان المؤمن ده الوحيد هو في ميت الخولي، هو مؤمن واحد بس، لا لينا شريك ولا احنا مشاركين حد ولا احنا لينا محلات تانية غير هي كلمه المؤمن اللي انتوا بتشوفوها. اي كلمه مؤمن ده بتاعنا. طب واحد تاني يقول لحضرتك تعالى هو ده المؤمن؟ لا مش هو ده المؤمن. المؤمن واحد بس. بروان المؤمن واحد بس في جمهوريه مصر العربيه، مش هقول في مصر، في جمهوريه مصر العربيه، اللي بيعمل عروض وبيدي هدايا كل يوم. كل يوم بقى انت مستغرب كل يوم عندي اقل اسعار، لان انا بعرض كل يوم. في فرق بين واحد يعرض كل يوم وفرق بين واحد يعرض كل سنه مره. يبقى فين الفرق؟ الفرق اللي انا بعرض لك كل يوم بسعر جديد، كل يوم بسعر جديد، والزبون بيجي عشان كده. الزبون اللي عايز يشترك معانا على جروب المؤمن لجهاز العروسه او اما شركه المؤمن لجهاز العروسه بيضيف نفسه على الجروب. طبعا اللي هي كل اللي هيضيف نفسه على الصفحه على اسم شركه المؤمن هو اللي هيكسب معانا. عايزين ننزل لهم على الشاشه شكل الصفحه بتاعتنا. تمام. اهي عشان برضو كده كل عشان ما حدش يتلخبط. كل اللي هيضيف نفسه هنا على جروب المؤمن لا اما شركه المؤمن لجهاز العروسه بالعربي واسم الصفحه وشكل الصفحه ده، كل اللي هيبقى مشترك معانا على الصفحه دي هو اللي هيفوز معانا بكبه ستانلس هديه. وكل اللي بيبعت لنا طلب اضافه لجميع الجروبات هنكسب غير ما تشتري حاجه هتكسب. بيضيف نفسه بس. بيضيف نفسه وبيكسب معانا بقى، بيبقى معانا على الصفحه مشترك كل يوم بننزل هدايا، كل ساعه بيشوفنا بننزل هدايا. كسب معانا على الجروب او على الصفحه على شركه المهم احنا عاملين عروض وهدايا، وكل يوم بنكسب بال10 هدايا. كل يوم 10. كل يوم بنفتح اللايف الساعة 9 بالليل بيتفتح لايف كل يوم. تمام. اللايف بيبقى ربع ساعة يا اما نص ساعة تبع ما الدنيا تبقى شغالة. لو ربع ساعة اللايف بيشتغل بنختار من المشاهدين اللي هم بيعملوا لايكات ومشاركات واضافات لجميع الجروبات، وكل اللي بيبعت طلب منشن وطلب لاصدقائه هو اللي بيفوز معانا بالهدية بتاعتنا الكبيرة. 20000 النهاردة عارضينه ب 10000، 11000 جنيه فرق في الطقم النوفل. ومن ب 10000 بره بيتباع في القطاع ب 15. انت بتاخد من منبع يد اولى. يد اولى دي يد قويه، منتج للسوق كله مش ليا لوحدي، للسوق كله. يعني جهاز العروسه ممكن نطلع عليه نجفه هديه، ممكن نطلع ترابيزه الصفره دي على جهاز العروسه، المهم اللي هي تاخد هديتها قبل ما تمشي. عرض جهاز العروسه حاجه النيش وحاجه المطبخ والرفايع والبلاستيكات، يعتبر جهاز العروسه كامل متكامل ما عدا الاداه الكهربائيه وما عدا المفروشات وما عدا السجاد وما عدا النجف. كل ده لو عايزه ب 50000 جنيه هنجهزه له. بره بكام تاني وتالت وعاشر؟ الجهاز ابو 50 بره بيتباع ب 90000. نخش على عرض النيش اللي احنا بننزل عروض بقى وهدايا. عرض النيش عندنا ب 11000، عندنا ب 9000، عندنا ب 15000. بتختار لك عرض شويه الرفايع ب 10000، كشف البلاستيك ب 7000، شويه النعمه ب 10000. تيجي تبص تلاقي الكشف اللي هو الوسط اللي العروسه عايزه تجهز نفسها ب 50000 جنيه عند المؤمن واحد بس. مش عند حد في جمهورية مصر العربية غير هو المؤمن واحد بس. وبالفعل اللي هو ايه بقى؟ اللي هو لو انت ما معكش فلوس خالص وليك مزاج تشيل حاجتك وتبعتها بعد 10 ايام 15 يوم الفلوس بنفذ. جاي يشتري فاتورة وعايز يجهز بنته دلوقتي ومعاه فلوس في البنك ومش هتطلع الا بعد سنة، هو محكوم. فاحنا بنضطر نفك الناس، ربنا يفكها علينا. والله هدايا في الريفون كاش كل يوم ما فيش. مين يطلع بال10 هدايا؟ ما فيش غير هو واحد بس. حتى لما تخش ميت الخولي عبد الله اي كلمة المؤمن هي دي بتاعتنا.
هيوصلك يا باشا للفرع الرئيسي. احنا معانا خمس فروع كلمه المؤمن ده، اي نعم دي فروعنا، بس بيعرفك الرئيسي فين جوه البلد، خمس بيت على اليمين، والبلد كلك كباري، تلك كباري مش كبر واحد، الكوبري اللي مكتوب على شركه المؤمن ده اللي بتخش جوه البلد، خامس بيت على ايدك يمين، اول بيت، ثاني بيت، ثاني بيت مكتوب على المؤمن بس ده فرع المفروشات، بتكمل وتمشي الخامس بيت، خامس بيت بتخش يمين تلاقي بقى مكتوب المؤمن، وما شاء الله خالق الا خالق، كله بقى بيجهز عرايسه. هذا البرنامج برعايه مصنع جرانتي للصناعات الغذائيه، خبره في مجال المكملات الغذائيه التي تساعد في علاج تساقط الشعر لدى السيدات، يحتوي على الأوميجا 3 وفيتامين سي ودي والزنك، كما يساعد في تحسين مرض البهاق والصدفية بنتيجة فعالة مع العلاج الموضعي، وأيضا زيادة الكهرباء لدى الأطفال ولين العظام وتأخر الكلام. رئيس مجلس الإدارة الدكتور إيهاب غازي، للاتصال 010-11-5-11-300 010-36-48 633. هذا البرنامج برعاية مصنع الحادي للأساس المودرن، متخصصون في ليفينج الميكانيزم ليزي بوي، الأنتريهات المتحركة. رئيس مجلس الإدارة الحاج أسامة الحادي والمهندس أيمن أسامة الحادي، للاتصال 0166-48-301. طبعا الجنب اليمين بيفتح، تحرك هزاز الاول وبعدين بيلف 180 درجه وبيفتح راحه كامله. يعني هذا البرنامج برعايه لكل عروسه في مصر. ركزي معايا، عروض المؤمن وخصوماته اللي مكسره الدنيا رجعت تاني. المؤمن حطم الاسعار او التخفيضات والخصومات، خصم 50%، ايوه 50%، وده لمده 20 يوم فقط. وكمان من عند المؤمن ابدا مشروعك وافرش محلك من عند المؤمن، شركه المؤمن للادوات المنزليه والاجهزه الكهربائيه. يلا اتصل بسرعه علشان الخصومات والعروض الحلوه دي وخد احلى هديه. للاتصال 010-20-73-18-33. رئيس مجلس الاداره محمود عيد. هذا البرنامج برعايه شاهين لصناعة خزانات المياه، خزان متين يستحمل كل الأوزان، خزان خمس طبقات يستحمل درجة الحرارة العالية ويعيش العمر كله. رئيس مجلس الإدارة الحاج عماد شاهين، للاتصال 010-990-35-310 015-53-7783. هذا البرنامج برعاية مصنع صور الشام للأثاث المودرن والأنتريهات والركن وغرف النوم. العنوان دمياط الجديدة، المنطقة الصناعية خلف مديرية الأمن الجديدة. رئيس مجلس الإدارة أبو هيثم والأستاذ فاروق عادل. للاتصال 010-173-587. هذا البرنامج برعاية مصنع ظلال الشام وظلال وود لصناعة الأنتريهات والركن والخشب الكونتر، صناعة عالمية بأيدي سورية.